عايزين بس نكمل بس. لا لا ده انا بس مش مشكله، عايزين بس البطاقه عشان ايوه بس ايوه حط الرقم ده يوسف ايدك 14 عشان 14 اه حط 1 4 السيد الوزير بيأدي وبيجتهد وربنا يوفقه في المرحله الجايه، مرحله صعبه وربنا يوفقه، انما هو بيأدي واللي عليه وبيبذل الجهد وبيبذل خساره جهده بالتنسيق مع القيادات والضباط والقوات، وانتم شايفين وربنا طبعا يوفقه، لكن هي مرحله بالغه الاهميه وبالغه الخطوره، وان شاء الله مصر تعبر الى بر الامان في المرحله الصعبه اللي احنا فيها. لابد من تجميع القوى السياسيه والحركات كلها في لقاء مصالحة فعال وجدي مع دون النظر لأي فصيل أو طوائف.